مفيش غير بروجكت واحد بس هو اللي كنت تخلفت عنه، لكن ده كنت خلصته الحمد لله. عملنا كام بروجكت لغايه دلوقتي؟ عملنا بتاع سي اس جي، احنا وعملنا عملنا كده على اكس ام ال صح؟ عملنا السي اس بي، وعملنا لا عملنا الفايلز الاول ولا ما عملناش فايلز؟ الاكس ام ال، وعملنا وده التالت اللي هو لا عملنا الجيسون، الجيسون. عملنا اللي هو بتاع اللي مع الداتابيز، كان عملنا 5 مشروعات مفروض صح؟ طيب يا دكتور، فايلز، الفايلز انا مش فاكر عملنا في الفايلز عملنا في الفايلز قبل السي اس في ولا بدانا بالسي اس في؟ بدانا تاني بدانا بالسي اس في، يعني خدنا الفايلز واتنقلنا على السي لا اس في، احنا عملنا بيها بروجكت بالظبط. يعني سي اس في والاكس ام ال والجيسون، بعد كده ريست فول جي والجيسون اي مع اللي هو ماكارو ده، وبعد كده بالظبط كده. بدانا اللي هو البوست مع الداتابيز اللي وانا بصراحه يعني بيز. لا يعني برضو ما حبيتش ان انا يعني يعني قلت نظرا للظروف وكده، فانا بدات يعني ابص على حاجات تانية، وبدات اشتغل يعني شويه مع نفسي. يعني حتى بدات مثلا في الديسك توب، بدات ايه يعني مع نفسي كده ابدا اشتغل فيه. يعني مع اني لا احبذ بس ماشي الحال، يعني انت يعني انا ماشي على منهجي عشان تبقى انت فاهم المنهجيه اللي انا ماشي عليها، ان انا عايز يعني ان شاء الله نخرج بحاجه اسمها الباك اند خلاص، وبعد كده ناخد الباك اند في مستوى اعلى اللي هو الباك اند على مستوى تطبيقات البيج داتا والديتا ساينس والحاجات الكبيره، علشان يعني احنا دلوقتي بقى ماشيين في طريق مهم اللي هو طريق الباك اند تمام، وبعد كده نركب عليه الفرونت اند ان شاء الله، هتبقى حاجه سهله جدا سواء كانت فرونت اند بتاعت ويب او بتاعت موبايل، ليه طريقه كده يعني. طب خليني اوضح لك جانب من الطريقه دي النهارده ماشي، طيب يعني مع وليه مركزين على ريست فول اي بي اي، ليه هنركز عليها وهتوصلنا لايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنتكلم على الريست فول اي بي اي مع الفاير بيس كنوع من انواع الداتابيس، او كنوع اول من انواع الايه الداتابيس، كنوع اول لان احنا هنتعرض ان شاء الله في الكورس الى مجموعه من الداتابيزز المختلفه. الغرض ان احنا يعني احنا هنركز طبعا في كلامنا على ريست فول اي بي اي دائما، لان هي المفترض توصلنا لمرحله ان احنا ربطنا خلاص البرمجه مع الداتابيز ماشي كويس وعملنا اكتر من شكل، عايز اوصل بيها ان ابقى جاهز ان الابلكيشنز تتوصل بيها، ابقى جاهز ان الابلكيشنز تتوصل بيها. فهناخد نبذه كده عن الفاير بيز والريست فول اي بي اي، وازاي هي هتوصلنا بالتطبيقات اللي فيما بعد سواء كانت الويب ابلكيشنز او الموبايل ابلكيشنز تمام. ف لو رحنا ادي مثلا الفاير بيز، انت طبعا لما تيجي تخش على حاجه هتكتب مثلا فاير بيز دوت جوجل دوت كوم، ده الموقع الرئيسي بتاعك كده، فلازم طبعا تكون عامل اكونت على الجيميل تمام. هيطلع لك البرودكتس والبرايسنج طبعا، لان ليها احنا هناخد طبعا النسخه المجانيه، لكن في طبعا حاجات مدفوعه. الدوكيومنتيشن مهم جدا، الكوميونتي بتاعت الناس اللي بتسال والى اخره، والسبورت والسيرش اللغه، متهيألي ما فيش حاجه اسمها عربي، لا والله في عربي، انا والله ما خدت بالي في عربي كويس، انا ما يهمنيش ده كله، انا عايز اخش انشئ، فهخش على حاجه اسمها جو تو كونسول تمام. جو تو كونسول هي دي البدايه بتاعتنا، جو تو كونسول ان احنا بنخش على الفاير بيز، يبقى كونسول دوت فاير بيز دوت كوم، هي دي الداتابيز بتاعتنا تمام. في الخطوات اللي فاتت كنا شرحنا ازاي تعمل اكونت وكلام زي كده، هنا على طول انت عامل اكونت، فانت هتكريت بروجكت. فمثلا هنعمل بروجكت تاني، طبعا اكريت بروجكت يكون الاسم يكون يونيك تمام، وقلنا الاسم ده المفترض ان احنا ما بنديهوش يعني ما بيبقاش كومن يعني ما بيبقاش عام والناس كلها عارفاه، كريت بروجكت، وقمت اديله كده بس هقول ده بروجكت 2 عشان يقبلني تمام، سميته بايثون 105 فاير بيز بروجكت كونتينيو. هتعمل مش عارف ايه وايه، قلت له ماشي يلا ماشي حالك، هتعمل جوجل اناليتكس ومش عارف ايه، قلت له ماشي حال مش مشكله، كاريت البروجكت، هيبدا كاريت البروجكت. البروجكت ده
الفاير بيس فيها حته مهمه جدا عن داتابيزز كتير. ايه هي؟ ان هي بتسمح لك ان هي تعمل لك جزء من الباك اند اوتوماتيك، جزء من الباك اند بتاعها واوتوماتيك. الباك اند بطبيعه حالها بتبقى عباره عن حاجتين، داتابيز وكود بيتحكم في العمليات اللي هتتم على الداتابيز، كود يتحكم في البيانات اللي هتتم على الداتابيز. تمام، بنسمي ده في الاسلوب الحديث الباك اند. تمام، انا ما اعرفش الاوروبي وبصين وبسطة باك اند ورست من غير ما احدد حاجه، انا بس عايز اشوف الاركتكشر العام بتاع الفكره. فبيقول لي بص، هي الفكره ببساطه، انت عندك هنا داتابيز، بقى كانت اس كيو ال داتابيز، كانت نو سيكوال داتابيز، كانت فايل اللي احنا بنتكلم عليه، ادي التنوعات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي عندنا فايل واخدناها سي اس في الاكس ام ال بالجيسون وكان الكلام ده، والمره دي بتنقل على نوع من انواع النو سيكوال داتابيز اللي هي الدوكيومنتس داتابيز اللي هي ممثله في فكره الفاير بيس. وان شاء الله هنتكلم كمان على الاس كيو ال داتابيز، يعني هنشوف كل الانواع المتاحه او العامه. الانواع دي بيبقى في حاجه اسمها سيرفيس اللي بنسميها الاي بي اي، هي اللي بتبقى عباره عن نقط وصول تمام للبيانات دي. هنا اهو الفايل ده بيبقى كود، الفايل اللي هنا ده اللي بيشغل الدنيا دي كلها المفروض يبقى كود. طبعا الرسمه مش دقيقه قوي، لان المفروض ده يبقى بين داتابيز وبين النقط دي، هي تبقى شكلها اوضح زي كده. ادي يور داتابيز، هنا عندك حاجه اسمها اي بي اي تمام، والاي بي اي دي لو عملتها بتقدر توصل موبايل ابلكيشن، توصل ويب ابلكيشن، توصل ويندوز او الديسكتوب ابلكيشن، اي ثيرد بارتي اي بي اي تربط معك، يعني اي ابلكيشن. يعني بحب اسميها سيستم انتجريشن، سيستم انتجريشن ازاي توصل كله مع بعض. فالاي بي اي لاير مهمه جدا، لاير مهمه جدا. وده شكل موضح ليها بشكل كويس جدا جدا. تمام، في اند يوزرز، ده طبعا دي شرح تفصيلي بس مش في القصه بتاعتنا بالظبط. طيب يبقى احنا بنتكلم الباك اند، في جزء منها اللي هي الداتابيز اهي، والباك اند مفهوم اوسع من الداتابيز، بقدر اوصل ليه من خلال يو ار ال واحد سلاش بوست، واحد سلاش بروفايل، واحد سلاش لوكيشن، ده سلاش اف ايه ده. تمام، بحيث ان انا اقدر اوصل واتعامل مع البيانات اللي موجوده هنا. اما الفرونت اند فقصه ثانيه خالص، سواء كانت متمثله في شكل موبايل ابلكيشن، او متمثله في شكل ديسك توب ابلكيشن، او متمثله باي ايشن ثانيه ليها اهميتها او اقل قيمه مش قضيتنا. لكن اللي احنا بنتكلم الداتا بيز، فالباك اند الفاير بيز زي ما قلت مديانا فاليو مهمه جدا، الا وهي ان هي بتكريت لنا حته من الباك اند وحته قادره ان هي تقوم الابلكيشنز خلاص. ايه هي؟ وما لك الريست فول اي بي اي، يعني هي بتقوم اوتوماتيك اما بتكريت الداتا بتبقى عامله لها الاي بي اي بتاعتها، ليها نظام عامل الاي بي اي جاهز انت ما بتتدخلش. طيب يبقى كده عدت علينا جزء كبير جدا من الشغل، الفاير بيز عدت علينا شغل كبير جدا من الشغل. هل هي عدت الباك اند كلها؟ لا، مش ما عدتش الباك اند كلها. يعني في حاجه اسمها البيزنس لوجيك، البيزنس لوجيك ما بيتكتبش جوه الفاير بيز، الفاير بيز بيقول لك اكتبه على الابلكيشن، وده يعتبر قصور رغم انه المميزات الاخرى الا وهي ايه اهم ميزه اللي هي كانت ريستفول اي بي اي كامله اللي هي الباك اند، ده حاجه يعني ريحتني من حجم شغل وعمل كبير. ان شاء الله لو ربنا كرمنا في الكورس ده باذن الرحمن هنشوف ازاي كمان، مش احنا دلوقتي بناخد ازاي نتعامل مع الريست فول اي بي اي، ايه موجود واحنا بنتعامل معاه. ان شاء الله ربنا ييسر ونوصل كمان ان احنا نقدر نبني الريست فول اي بي اي، بعد كده وصلنا نوصل لفكره الباك اند متكامله ونبقى جاهزين للفرونت اند، بقى نركب اي فرونت اند ما عندناش مشكله، سواء كان بتاع ويب او موبايل او غيره. طب الاسلوب الحديث طبعا في التقسيم، كنا زمان بنعمل كله على بعض، زي مثلا ديسك توب ابلكيشن خش واكتب الكود بتاع البايثون جوه الشاشات جوه البتاع واربط، ده كان الاسلوب القديم. طبعا الاسلوب القديم دوت يعني ما بقاش كويس، فالناس بتتعلم على الاساليب الحديثه. حلو جدا. فلما اجي احط بزنس لوجيك او فاليديشن ده ممكن يتحط في الباك اند، بس باسلوب اسمها ايه؟ باسلوب
الفاير بيز. الفاير بيز لا بتقول لك انا هديك العمليات الاساسيه كلها شغاله كريست فول اي بي اي، وانت ابدا اشتغل على ايه؟ على سواء كنت عايز تعمل فاليديشن او عايز تعمل بزنس لوجيك خاص بيك، لو كان كذا اكتر من كذا اعمل لي كذا، ما كانش كذا اصغر من كذا اعمل لي كذا، بمعنى كلمه بزنس لوجيك باختصار، يبقى اعملها في الابلكيشن. وبنقول ده قصور ليه؟ لان معناها لو انا عندي ويب وموبايل الاثنين بيشتغلوا على نفس البرنامج، زي مثلا فيسبوك عندها موبايل وعندها ويب والاثنين شغالين على نفس الداتابيز يعني، او عندها او جوجل او جوجل اناليتكس او اي حاجه من الحاجات الشهيره كلها، فهتلاقي هضطر اكني بعيد الكود بتاع اللوجيك وبعيد بتاع البيزنس لوجيك وبعيد الكود بتاع الفاليديشن في كل ابلكيشن ثاني. لكن لو انا باني الريست فور اي بي اي بي لي هبنيها مره واحده وخلاص، كل اللي بيكلمني واقع تحت طاوله الايه الفاليديشن وطاوله الايه البيزنس لوجيك. لكن هي عدتني خطوه حلو ان هي مديان ريست فور اي بي اي جاهزه وبتعرف تعملها لي كويس. فانا قلت له خلاص عملت بروجكت نوع الداتابيز اللي هيشتغل عليه اسمها ريل تايم داتابيز. طبعا الداتابيز دي كانت اعلى كتير جدا من الفايلز زي ما قلنا. وبينا نقول والله احنا عايزين نكريت داتابيز جديده. قال لي ماشي هتشغل لوك مود، يعني يبقى في صلاحيات ومين يخش ومين ما يخش ومين اللي حق ومين اللي مش حق. ولا شغل تيست مود؟ قلت له انا هشتغل تيست مود. انا عايز اتعامل مع الداتابيز ببساطه. ولذلك خد بالك التيست مود لما اي حد يكشف اليو ار ال بتاعك هيبقى قادر يخش على الداتابيز بتاعك تتعامل معاه. انا هقول له بس تيست مود لمجرد ان احنا نظبط امورنا وبعدين نبقى نرفعها على اللوكد مود ونقفل عليها ونبدا نشتغل حاجات معينه. لكن خلينا في التيست مود اللي احنا عايزين نتعامل مع الداتا بتاعتك. قال لي خلاص انا كريتها لك اهي الداتابيز بتاعتك. الرولز طبعا ممكن تحط حقوق وصلاحيات لحد يخش حد ما يخشش مش عارف ايه، مش قضيتنا دلوقتي، خلينا بس في البيانات بتاعتك. الملف ده هو ملف جيسون اولا واخر، يعني الداتابيز كلها هي عباره عن جيسون. اول واخر هي عباره عن جيسون. تمام؟ مش عباره عن اي شيء اخر. ولذلك انت ممكن تيجي جوه الداتابيس دي وتبدا تبني الشكل، في هنا بيدوني الشكل ده وفي ان احنا نقدر نعمل امبورت من جيسون فايل، عندي جيسون فايل جاهز او واخده وحاطه جوه هنا على طول يتعمل الداتابيس بتاعتي. او ان انا ابدا ان انا يعني اعمل ده يد. فانا هقول له ماشي يعني انا امبورت طبعا يعني وخلينا احنا شفنا ده في المسجل قبل كده، لكن خليني اخد داتابيز من الداتابيز اللي عندي على طول كده مثلا. ده ملف جيسون انا عملت له امبورت، قال لي يبقى انت عندك امبلويز، الامبلويز فيها رقم زيرو، الامب اي دي، الامب نيم ده الديبارتمنت، الامب اي دي فيها الامب نيم ده عباره عن اوبجكت، في الفيرست نيم واللاست نيم، في فونز دي عباره عن اري، في بروجكتس عباره عن اري اوف اوبجكتس، يعني كل اري فيها اوبجكت، المشروع الاولاني اشتغل فيه كام ساعه والمشروع الثاني اسمه ايه واشتغل فيه كام ساعه. ده ملف جيسون عام. تمام؟ انت ممكن طبعا بالشكل ده انت تقدر تبني اي حاجه، يعني ده كده بالنسبه لك بناء لاي شيء. طيب الشكل بتاع الداتابيز ده طبعا هو في الاخر يعني ده منظر للعرض، لكن هو في الاخر جيسون فايل، جيسون فايل. وشكل الجيسون احنا ممكن انا امبورت شكل ملف الجيسون، يعني لو فتحناه كده احنا عملنا امبورت، هو عباره عن اوبجكت انكريز بتساوي وعملنا اري، الاري حطينا فيها اوبجكت، في الام اي بي في الديبارتمنت، في الام بي نيم ده عباره عن اوبجكت، في الفونز اللي عباره عن اري، في البروجكت عباره عن اري اوف اوبجكت، وكوما الاوبجكت اللي بعده اللي رقم 2 كذا 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 والثالث والرابع والعشرين وهكذا. ملف الجيسون ده في الاخر هو ده شكله، سواء كان عمله لنا في شكل محسن شويه بالمنظر ده او هو الجيسون هو الاصل. فالداتا بيز دي كلها قايمه على الجيسون وعلى حاجه اسمها ريستفول اي بي اي هي الاساس. طيب عشان نبدا نشتغل على الريل تايم داتا بيز دي في برنامج، انا طبعا ممكن ابدا اشتغل كود مكتوب بالبايثون، كود مكتوب بالجافا، كود مكتوب بالسي شارب، كود مكتوب بالجن الازرق، مش فارق معاها، هي مش فارق معاها، انت بتتواصل معاها من خلال كود بيتكلم مع الاي بي اي. ففي برنامج طبعا انت ممكن تروح تعمل بقى وتنفذ وتشوف، لكن في برنامج اسمه بوست مان شهير جدا. بوست مان ده برنامج شهير، كل مهمته ان هو بيختبر، بيعمل تيست للاي بي اي ويجرب قبل ما تكتب كود، تجرب الاي بي اي بتاعتك وتتاكد ان الاي بي اي بتاعتك شغاله وشغاله صح وشغاله ازاي.
عشان بعد كده تبدا تبني عليها الايه، تبدا تبني عليها ايه الكود بتاعك. فلو روحنا على جوجل كده وكتبنا اسمه ايه، قلنا بوستمان، هعمل داونلود لبوستمان لو كان مش موجود عندك. بوستمان برنامج بسيط جدا، ده الايكون بتاعه، ومهمتها مهمته ان هو يختبر لك اي 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 من غير كود. يعني انت الاول بتاع الموبايل بتاعك مش مهم، شايك الاول ان ان الحاجه شغاله. قلت له ماشي داونلود ذهب 32 64 سيف. هيبدا يحصل داونلود. يبقى باختصار الاي بي اي بقى البوست مان اللي هتتفرج عليه كل مهمته ان هو يختبر اي اي بي اي شغاله مظبوط ولا مش مظبوط، يقدر يجرب لك الاضافه والتعديل والحذف والبحث كراد اوبريشن. فهو تيستنج تول بتساعدنا في ان احنا نقدر ان تيست كل الاي بي ايز بتاعتنا ونتاكد ان كل حاجه شغاله. تمام. هو بيقول لك ايه، كولابوريشن بلاتفورم فور اي بي اي ديفلوبمنت، تمام، تطوير الاي بي اي. سمبليفاي ايتش ستيب اوف بيلدينج ان اي بي اي، يعني بيبسط لك الخطوات بتاعت الاي بي اي، اند ستريم لاين كولابوريشن سو يو كان مش عارف كريت بيتر اي بي اي فاستر مش عارف. بتاكد ان كل حاجه شغاله كويس بتاع، يعني مقدمه عنهم يعني مش موفقه السياق. تمام. هو نزل، فانا هعمل له سيت اب، هعمل له انستول. انا تقريبا انا منزله عندي اساسا، وهنتعلم بقى مع البوستمان ازاي نتست كل اللي احنا يعني احنا عملنا ملف فيه بس الموظفين زي ما احنا شايفين ده. تمام، في بيانات موظفين عايزين نتست ونتاكد ان كل حاجه شغاله تمام ولا لا. تمام، فاحنا نعمل انستول للبوستمان ونجرب الاضافه، نجرب التعديل، نجرب الحذف، نجرب الجيت، ومن خلالهم اتاكد واقدر اكتب كود مكتوب باي لغه وليكن احنا نشتغل على البايثون. تمام، فالفكره بقى بقت مجرده، الفكره بقت مجرده مش مرتبطه بنوعيه معينه من لغات البرمجه، لا ده الموضوع عام ونقدر نشتغله باي شكل من الاشكال اللي احنا عايزينها. فمثلا هو فتحه لي اهو، هقول له ماشي انا عايز اعمل نيو ريكوست، هعمل ريكوست جديد. تمام، ممكن اعمل كوليكشن يعني فولدر واحط فيه الحاجه بتاعتي. ماشي، ممكن اعمل كوليكشن هسميه ايه، هسميه اوكي كريت، وتعالى بينا نعمل جوه التسلا نعمل ريكوست جديد. ريكوست انا هجيب بان، اقول له انا عايز اجيب بان ريكوست، هجيب جيت اول امبليز ده اسم الايه؟ اسم عامل الريكوست، وهحطه فين؟ هقول له احطه جوه تيست فاير بيز اي بي اي وسيف. خلاص طلع لي كده اهو، انا ريكوست بيطلع شكله كده، ده اسم الناس اللي بتقوله عشان افتكره. ده النوع العمليه، جيت ولا بوست ولا بوت ولا ديليت ولا اربع متلسين. تمام، وهنا قال لي دخل يو ار ال اللي انت عايز تشتغل عليه، فانا هقول له يو ار ال اللي انا عايز اشتغل عليه، يو ار ال اللي انا عايز اشتغل عليه اهو. شايف العنوان ده؟ ده هيجيب لك الداتابيز بالكامل، هو بيبقى عامله لي هنا في الريل تايم داتابيز بتاعت الفاير بيز. فقلت له ماشي انا هعمل هنا بيست. تمام، قال لي عايز تبعت بارمز ابعتها هنا، عندك صلاحيات بوسترايزيشن هنا، عايز تبعت هيدرز هنا، عايز تبعت بادي هنا، هنعرف الكلام ده. قلت له بس انا هبعت كده، واقوم دايس على سند. عمل ريكوست ووداني بيانات، قال لي انت مش عامل لوجن مش عارف ايه. طيب اهو يعني حساب واحد يقول بيعمل لازم تعمل لوجن عشان اقدر، هو طبعا بس هو على بوم قال لي الستاتس 200 والسايز كذا وكل حاجه تمام. يعني طبعا الستاتس 200 دي هنتعلم عليها كمان شويه، ان هي معناها ان الريكوست جاب نتيجه بدون مشاكل. توتال طب انا عايز اجيب الانتريز، وقفت على الانتريز. طب من العنوان هنا بيتغير، لاحظوا ان العنوان هنا بيتغير. لو جيت حطيت العنوان ده هنا، ده عنوان الموظفين بس. تمام، بس الفاير بيز لو جيت جربت برضه مش هيرد عليك، يعني مش هيعبرنا كده. لكن هو عشان الفاير بيز بس تقول لك دايما ضيف دوت جيسون في الاخر عشان اعرف اضبط. يعني لو انا ضفت قلت دوت جيسون
جيسون دوت جيسون اي حاجه الفايل بتاعه دوت جيسون، وقلت له سند، ادي البيانات اهي زي ما احنا شايفين. لا بس افتح لكم، لقينا ان جاب لي اري اوف اوبجكت، اوبجكت ديبارتمنت اي دي، لاند اي دي، الاي نيم، فيرست نيم، لاست نيم، الفونز، مش عارف ايه، جاب لي بيانات. الكلام ده بقى تعمله بقى ويب، تعمله ديسك توب، تعمله موبايل، تعمله بين ادري، خلاص هو خلاص جاهز للشغل بالنظام ده. ونقدر نستغل بقى البيانات دي ونشتغل بقى شغل عليها، نبني عليها بقى الفرونت اند بتاعنا. ولذلك طلعت بقى الفرونت اند ديفلوبمنت تولز اللي هي الفريم ورك بتاعتنا الشهيره، زي انجلر، زي رياكت، زي اوراكل جيت، زي فيو، زي وبدا اقول لك في فرونت اند بقى فريم وركس تتعمل وتشتغل على اي حاجه وبتاع، لان بدات المبادئ تنفصل. تمام، بدات المبادئ ايه تبدا تنفصل. وكذلك الموبايل ابلكيشن اي او اس تشتغل مع مع الاي بي اي، كذلك الاندرويد، وكذلك الهايبريد ابلكيشنز الموجوده كلها تشتغل مع الاي بي اي. فكره انك تبني اي بي اي انت بتوحد الفكره وبتنهي باك اند منفصله تماما، واحط بقى الفرونت اند زي ما انا عايز، بس انهي الباك اند بتاعتي مظبوط وابدا اشتغل عليها الفرونت اند. لكن كده مقدمه عن فكره استفادتنا من الفاير بيز وايه اللي بتقوم بيه عن غيرها، والريست فول بتقدمها، وفكره ازاي الموبايل ابلكيشنز والموبايل ابلكيشنز هيقدروا يتعاملوا معاها، او الديسك توب ابلكيشن، ما هو اصلا بوست فاندر ديسك توب ابلكيشن يعني، فاهمني؟ فازاي قدر الكلام ده كله يتعامل معاها، وهنشوف ازاي كمان الحته اللي بنعملها هنا في البوست مان ازاي نكتب لها الكود بتاعها على البايثون بسهوله ان شاء الله. في اي اسئله يا شباب؟ تمام يا دكتور. هل الفكره واضحه؟ ايوه الفكره واضحه جدا. معاك. احنا دلوقتي وحدنا يعتبر زي ما حضرتك قلت كده، احنا وحدنا يعتبر الفكره بتاعت الباك اند كلها واتلخصت في اي بي اي. احنا بنبدا يعني ننشئه من الاول، وبنبدا بعد كده بنناديه من خلال الفرونت اند بتاعتنا وبنشتغل عليه على طول، سواء موبايل او ويب ابلكيشن او موبايل ابلكيشن او اندرويد او اي حاجه. مظبوط جدا، لخصت الدنيا. استاذ رانيا بتقول تمام، اللي كان بيتكلم معايا مين؟ مين كان بيتكلم؟ فريد يا دكتور. استاذ فريد تمام، استاذ محمد طه، استاذ محمد مرزوق، كله تمام، واضح الفكره. محتاجين اسئله توضيحات؟ طيب احنا عملنا فكرتنا وجربناها من خلال البوست مان على ان هي جبت لي كل الامبلويز، صح؟ انا محتاج ان انا اتست نفس الفكره، تمام؟ اما اشوف ان انا هكتبها على البايثون هوصلها ازاي. طبعا عايز انوه ان انا عشان اقدر اشتغل مع داتابيز، كل داتابيز ليها درايفر، كل داتابيز ليها درايفر واثنين وثلاثه. درايفر ده هو بمثابه ان انت بتعرف لغه البرمجه الداتابيز شغاله ازاي، والداتابيز بتعرفها البرمجه بتتكلمها ازاي. يعني بمثابه حلقه وصل ما بين الداتابيز وما بين لغه البرمجه عشان يبقى فيه تفاعل بينهم بشكل صحيح وسريع. تمام؟ فهتلاقي مثلا الفاير بيس فيه عشان تعرف تشتغلها مع بايثون هتعمل لها بي اي بي وتعمل لها انستول دي مثلا فاير بيز ادمن مثلا وغيره. ولو انت بتشتغل مع نود جي اس هتعمل لها برضه ايه؟ هتعمل لها برضه انستول لباكج خاصه بيها. لو انت بتشتغل مع سي شارب كذلك، لو بتشتغل مع جافا كذلك، لو بتشتغل كل لغه ونزل لها الباكج الخاصه بيها. لكن انا عايز اركز على حته ثانيه. يعني انت لو دخلت هنا في الدوكيومنتيشن، انا مثلا لو فتحت هنا ادي على موقع وقلت له جو تو دوكس على موقع الفاير بيز،
تمام. ودخلت في ادي الحاجات بتاعتنا، وقال لي بص في جايد ازاي تشتغل اندرويد وتربط مع الايه، مع اسمها ايه، مع الفيربيز. الاي او اس لو عايز تربطه مع الفيربيز، لو عندك ويب وعايز تربطه مع الداتابيز، عايز داكس بلس بلس وعايز تربطه مع الداتابيز، لو عندك يونيتي بتاع الجيمز وعايز تربطه مع الداتابيز الى اخره. تمام، لو انت ادمن هنا بتشتغل ازاي، ومقسم لك بقى شغله كلام زي كده. طبعا لو انت مثلا، انا دخلت مثلا انا ويب مثلا، هتلاقي مثلا عندك الاي او اس وادي الويب وادي الاندرويد وادي الكلام. اي واحد مثلا بيقول لك انا هوريك الجافا سكريبت تشتغل ازاي، هيبدا يوريك انت ازاي بتعمل كول لحاجه اسمها فاير بيز اب وبعدين تشتغل عليها. لو انت مثلا اندرويد يعني كاتب جافا او كاتب مش عارف هم دلوقتي ايه كوتلين، بعيد عن التفاصيل، لو دخلت هلاقي مثلا ده هو جاب لك الجافا وجاب لك الكوتلين، هتستدعي فاير بيز بوم تمام عشان تبدا تشتغل عليها. دي اسم الايه الدرايفر اللي بيعرفك القصه، هو بيقول لك امبورت الفاير بيز بوم، بس هنا الامبورت غير بتاعه البايثون. طيب مفيش هنا جايد للبايثون، اكيد هنلاقي جايد للبايثون فور شور يعني، بس هو معتبره ان هو هيعمل لك ويب. خدنا مثلا ايه بايثون سيرش، انا عايز اوصل لحاجه من الفكره دي، عايز اوصل لحاجه من الفكره دي ماشي. اهو لما دخلنا هنا في التوصيل هتلاقي ادي الادمن اس دي كي، لقينا النود جي اس والجافا، عندنا حق بايثون، لغه الجو، شغل الدوت نت، كله موجود تمام. كل دول اي حاجه من دول تربطوا غيرهم على فكره، بس دول اللي حاطينهم هم في الدوكيومنتيشن. فلو دخلت في الاوفر فيو حتى مش بعيد عن التفصيل، هلاقي الفاير بيز ادمن بايثون اس دي كي اللي بتساعدك في ان انت تبدا تشتغل من خلالنا، وبدا يوضح لك حاجه اسمها فاير بيز ادمن. فاير بيز ادمن ده موديول، خلاص احنا عارفين الموديول يعني هننزله الاول وبعدين نشتغل عليه. وبعد كده بدا يشرح لك بقى الكلاس اللي اسمه فاير بيز ادمن اب واللي مش عارف اسمه ايه، واللي عشان تعمل ديليت دوت ديليت اب ومش عارف ايه، ويبدا يشرح لك بقى ايه، يخش بقى في التفاصيل والاوثنتيكيشن والكريدنشالز والداتابيز والستورج، ويبدا يشتغل. الاسلوب ده بتاع الموديولز ده اسلوب انت تتعامل مباشره مع الداتابيز. انا مش عاوز الاسلوب ده، انا عاوز اشتغل باسلوب مختلف، الا وهو انا عندي اي بي اي وبكلم الاي بي اي وانتهى الكلام على كده. اي بي اي دي بقى من وراها كانت فاير بيز، وراها كان ماي سيكوال، وراها كان مونجو دي بي، وراها كان بوست جري، وراها كان ايه اللي وراها، انا مش فارق معايا، انا مش فارق معايا، انا كل اللي انا عايزه مباشره ان انا اقدر اتواصل معاها بشكل مباشر. ولذلك هشتغل، احنا كنا اخذنا حاجه اسمها الريكوستس ومعاها الجيسون، ودول كانوا بيقدروا يخلونا نقدر نعمل اي كولينج لريست فول اي بي اي. ولذلك انا هبدا بالشكل ده، انا عايز اعمل كولينج ريست فول اي بي اي معموله جربتها على البوست مان ايا كانت اللي ورا، انا مش عارف والله. واحد اداني اليو ار ال ده، في واحد اداني اليو ار ال ده وقال لي هو ده بتاع اي بي اي وبتعمل بتاع، والراجل عندي في الشركه بتاع الباك اند هو اللي اداني اليو ار ال، انا مش فاهم ولا عايز افهم اصلا، انا بتاع فرونت اند، خلاص انا بتاع فرونت اند. الفرونت اند بتاعنا دلوقتي احنا بنشتغل على الكونسول البسيط ده، عايزين نعمل برضه عليه نكلم الاي بي اي برضه عادي. فلذلك هو جاي يعمل ايه؟ هقول له انا هعمل كده، مسحلي بعد اذنك كل الكلام ده ويبدا كده على نضيف. هقول له امبورت، انا عايز احاكي ان انا بنادي زي ما كان البوست مان بينادي. فقلت له انا عايز امبورت الريكوست تمام، وانا هجيب امبلويز او ريسبونس، هقول له ريسبونس، لان كل العمليات طبعا ما بين ريكوست وريسبونس. ريسبونس بتساوي اقول له هات من ريكوست دوت، وهنا العمليه احنا عندنا العمليه ايه، هتلاقي جيت بوست بوت ديليت والى اخره بقى من باتش وحاجات ثانيه. فانت جيت هنا فرضت لهم نفس الكلام، ادي جيت وهيد وبوست وبوت موجودين، وهتلاقي ديليت تحت، وهتلاقي كل الايه العمليات الاساسيه بتاعتنا اللي احنا عايزينها. فقلت له انا عايز اعمل جيت، لان احنا كنا عاملين جيت. قال لي ماشي، اديني هنا اليو ار اي اللي هو ده تمام. اكابي ده
ممكن اسميه انا الاند بوينت، ادي الاند بوينت بتاعتي اللي هو العنوان بتاعي اللي هو http://اي اسم البروجكت firebase.io.com/employees.json زي ما احنا عاملين. وجيت انا قلت له عايز اجيت، قال لي هتجيت ايه؟ قلت له من الايه الاند بوينت دي. طبعا في حاجات ثانيه ممكن اقدر ابعتها زي ما قلنا هنا برضو، ممكن نبعت بارمز باراميترز يعني، وممكن نبعت هيدرز، ممكن نبعت بادي، ممكن نبعت اوثنتيكيشن كذلك. هنا برضو نقدر هنا ناخد كوما وابعت الايه وابعت الحاجات دي كلها. يعني ممكن اقول بارمز بتساوي، وهي جيسون برضو بتبعت جيسون، هي كل الموضوع كله جيسون في جيسون. كوما ممكن ابعت داتا اللي هي البادي، هي هنا اسمها بادي. ممكن ابعت هيدرز، هي هيدرز والى اخره اللي انا عايزه. انا دلوقتي سيبهم فاضي زي ما انا سبتهم برضو عند الايه؟ عند البوست مان فاضي، مش عندي مشكله، لكن جاهزين، لكن جاهزين. طبعا الهيدرز هنا في حاجات مبعوته، لو جينا بصينا هنلاقي ان في حاجات هنا مبعوته في 7 هيدن اهو. ايه الهيدن الموجود؟ لكن انت بتكسبت اي نوع من انواع البيانات، انت الايجنت بتاعك بوست مان ديل تايم بيعرفه يعني. والانكودنج بتاعته بعتها، والكونكشن والكنترول يعني، بعت لي شويه بيانات كده جانبيه هو بيبعتها دايما البوست مان مع كل ريكوست. فحصول تحت ايدي ان هو بالنسبه له هم دول ثابتين يعني ما بيشتغلش عليهم يعني. انت تبعت هنا اللي انت عايزه في الهيدرز. انا مش هبعت ده. قلت له ماشي، ممكن ابعت نوع بيانات جيسون ابعت كده يعني، بس مش مشكله. طيب حلو قوي. الريسبونس اللي جالي جالي بالبيانات بتاعتي. انا لو جيت عملت برنت الريسبونس خلاص هيطبع لك الريسبونس زي ما هو. يعني لو جيت عملت كليك يمين كده وقلت له رن لي الكود، قال لي الريسبونس 200. احنا يمكن اتكلمنا على 200 دي وقلنا ب 200 بتيجي، وتلاحظ ان 200 حط قدامها اوكي. يعني معناها ان العمليه تمت وبلا مشاكل والرد سليم، عمليه ناجحه. 200 دي معناها عمليه ناجحه، دي حاجه اسمها الستيتس كود. الستيتس كود يعني ممكن انا عايز اختبرها اقول له ريسبونس دوت ستيتس كود، كده هيطبع لي كلمه 200 بس لما يكون الدنيا شغاله تمام. فبعت لي 200. طبعا لو اي في غلطه في اي عنوان يعني مثلا كده، وحبيت ان انا اجرب هيرجع لي حاجه غير ان في انفاليد ريكوست هنا العنوان غلط، فبيغيب وقال لي 404. و404 معناها معروف، رقم مشهور اللي هو ايه؟ نوت بيج نوت فاوند، معروف بتطلع كده 404 بيج نوت فاوند. اشهر واحد حتى الناس اللي مش تكنيكال عارفه 404. تمام؟ طيب انا ممكن استغل ده وقايل له بدل دي هقول له ايه؟ ان ريسبونس ستس كود لو كانت بتساوي لا تساوي 200 يبقى فيرور، صح؟ في الحاله دي ممكن ابرنت اقول له جيت سلاش امبلويز ايا كان العنوان يعني هاز وخلاص. إلس إلس معناها ان البيانات سليمه. تمام؟ فانا اقول له برنت، بس مش هقول له برنت الريسبونس. لما اقول له برنت الريسبونس هيقول لي الريسبونس ب 200، لا انا هقول له ريسبونس دوت تكست، ابعت لي النص بتاع الريسبونس النتيجه الكونتنت. لما كان ده و7 قال سنتكس ايرور فين؟ اف كولون. اه في كولون انا كنت حاططها بس ما اعرفش راحت فين. ماشي. قال لي الجيت امبلويز دو جيسون هاز ايرور. طيب لما خليناها زي ما احنا ماشيين العنوان السليم طبع لي ادي البيانات اهي، ديبارتمنت 1، الامبلي اي دي 10، الامبلي انترست لينك تك 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 كويس. وبعد كده اشتغل بقى اللي انت عايزه. بعد كده اشتغل اللي انت عايزه. يعني ايه اشتغل اللي انا عايزه؟ يعني العب بقى مع الداتا بقى، حول البيانات بتاعتك الى جيسون حقيقي، وخلي بقى والعب معاها مع البايثون، زود شيل حط اعمل اللي انت عايزه بقى. خلاص البيانات جات لك، البيانات جات لك. يعني لو انت عايز تعمل هنا تقول ده هنا امبليز بتساوي ادي الريسبونس دوت تكست. تمام؟ الريسبونس دوت تكست، او اقول له ريسبونس دوت جيسون
هيحولها لي الى جيسون. اصبحت دلوقتي كلمه انكريز دي جيسون وكامله مكمله تقدر تتعامل معاها بشكل كامل. يعني لو عايز تجيب الام بي اي دي بس تقدر، عايز تجيب الام بنيم بس تقدر، الى اخره. يعني انا عايز اجرب، خلونا نجرب. طبعا هي اري، يعني عايز الوب، يعني عايز اقول له فور ام ان امبليز، صح؟ عشان دي انا عارف ان هي جايه لي اري، صح؟ ولازم اكون عارف طبعا شكل الهيكل بتاع الداتا اللي عندي، ما اقولش انا ما كنتش اعرف، ما ينفعش. انا عارف ان هي اري، هو جاي عامل ايه؟ اقول له برنت، وما قايل له مثلا امبلي اي دي، مفيش مساحه ان انا اكمل تسجيل. اضطر ارمي حاجه من اللي احنا كنا عاملينها. عشان مفيش مساحه خالص يبقى قلت له عايز ابرنت الاي دي وعامل كده كوما واقول له ام ومفتح كده قوسين وقايل له بقى الام بايه؟ الام باي دي، على اساس ان هو هياخده منه بقى. ادي الام باي دي، تمام؟ وكذلك لو انا عايز اشتغل مع الامبلي نيم مثلا، امبلي نيم، امبلي نيم لا ده ام بنيم جواه فيرست نيم وجواه لاست نيم، عاملها ازاي دي؟ اقول له ام بنيم وعامل كمان واحدة جواها كمالت دايمنشنال كده وماله الفيرست ايه؟ الفيرست نيم، تمام؟ فيرست نيم عايز احط جنبها اللاست نيم، اخد ده كده كابي كابي كده واقوم واخد مثلا او عامل سبيس كده فاضية وجنبيهم وعامل نفس الكلام بس هقول له اشتغل على اللاست نيم. البيانات اللي انا عايزها طبعا اقدر اسيرش عليها، اقدر اعدل فيها، اقدر اعمل اللي انا عايزه بقى خلاص، تمام؟ انا جبت ايه الاسم والبتاع مش عارف ايه، طبعا عندي الفون زي الري وعندي البتاع الري مش مشكله. واقول له هنا برنت كده عشان يبان لي الفاصل كده ما بين كل امبليو والتاني. لو جيت عملت رن قال لي لاست نيم انت كاتب فيها حاجه، قلت له حقك لاست نيم ناقصه ان، صح؟ قال لي زي ما انتم شايفين كده، قال لي امبلي رقم 10، امبلي نيم عدد سبور، وعمل السبيس وكتب اللاست نيم والفيرست نيم، ورقم 11 مهم سبور. وبكده قدرنا نجيب البيانات ونعرضها ونشتغل عليها زي ما احنا عايزين، من خلال ان احنا تعاملنا مع ريستفول اي بي اي. تعاملنا مع ريستفول اي بي اي من خلال ريكوست بالمنظر ده. طب لو انا عايز اشتغل على التليفونات، التليفونات دي اري لسه، يعني اري جوه الاري اللي بتاعت الامبلي، صح؟ اري جوه اه عادي، يعني ممكن اقول اعمل فور فون ام ام اوف فونز، ما ام فونز هتديني اري جديده او ليست، يعني زي ما احنا بنسميها ليست جديده، كل مره يحط فون جديد. قوم جاي قايل له بقى قبل ما اشتغلها هنا، او قايل له برنت، او قايل له مثلا فون نمبرز، وقوم جاي هنا بقى طالع كل فون فون بقى برنت، اطبع الفون مباشره كده بدون اي مشكله، مش هحسن ولا حاجه، تك 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 صفر صفر صفر. لو جينا عملنا رد، الله ينور عليك، فقال لي هذه الام بي اي دي 10، الكلي نيم عدد سبور، الفون نمبرز، حاطط الرقم الاول رقم الثاني. عمل فاصل بعد كده قال لك الامبلي رقم 11 اسمه ايمن صبور، اسمه الفون نمبرز، وقام عامل ايه؟ الرقمين ورا بعض وهكذا.
ولو في بيانات تانية موجودة في السيرفر هيجيب كده. يكون عملنا اتصال مباشر مع الداتابيز بتاعت الفاير بيز اللي مدينا امكانيه ان هي امكانيه تانية اوتوماتيك الريست فول اي بي اي. ماشي بقى، في اي اسئله او حاجه؟ حد يرد عليا؟ طيب انا هقفل كده كده نسيب الفيديو بتاع الزوم ونرجع نستكمل مع بعض إن شاء الله.